مستمرين بجوائز الميما، والجوائز التشجيعية هي الجوائز اللي دائما تحرص الميما انه تكون موجودة بفقرة من الجوائز، وهي تشجيع المواهب الجديدة اللي هن بننتظرهم انه يصيروا نجوم المستقبل بمصر وبكل الوطن العربي. نبدأ مع أول جائزة تشجيعية، فنان لمع اسمه بالفترة الأخيرة بسرعة، تميز بصوته الحنون والكاريزما، ومن أغنيته كسرت الدنيا وإمارة مين، وجائزة تشجيعية للفنان فريد. أغنية عن جد كسرت الدنيا، شو بتحب تقول بمناسبة الميما اليوم؟ أنا بشكركم جدا، وده حلم بسيط من أحلامي، الحمد لله الكريم ربنا قدرني ووفقني فيه، وإن شاء الله إن شاء الله مكملين وتكون بداية كويسة لكل الشباب اللي عنده موهبة. وبشكر طبعا الميما وبشكر كل الحضور وبشكركم جدا، والله حلم من أحلامي اتحقق الحمد لله. تحية لإلك وإن شاء الله بالاستمرار يا رب والازدهار. تميز بصوته الجميل وحضوره، وأخذ أسلوب خاص كلاسيكي، من أجمل أغاني ما جتيش منك وبعد غيابه وأنا غلطان وغيرها من الأغنيات الناجحة واللي ضربت وأصبحت ترند. رحبوا معي بأفضل مطرب شاب أحمد. وتحياتنا لك، شو تحب تقول الكلمة بالجايزة اليوم؟ شكرا. مساء الخير. أولا مبسوط جدا جدا أن أنا موجود النهاردة لأول مرة في الميمة، وإن شاء الله دايما مع بعض. وبحب أهدي الجايزة لأهلي ولشركتي نجوم ريكورد وشركة هاي واي، ويا رب دايما كده متجمعين. شكرا. ألف مبروك. تحياتنا لك. مستمرين، وهلأ جائزة أفضل إذاعة موسيقية، راديو المفضل في مصر، برامجها ومواضيعها متنوعة ومختلفة، ومن أجمل الأغاني والهيتس بتسمعوها عليها. أفضل إذاعة موسيقية راديو 90-90، وحيستلمها الأستاذ عبد الفتاح مصطفى. تحياتي لألكم وألف مبروك راديو 90-90، تستاهلوا زقفة كتير كبيرة. منرحب فيهم لكل العاملين والقيمين على الإذاعة. أولا أنا عايز أقول كلمة، يعني الجمال ده ينفع إذاعة؟ ده تلفزيون مليون في المية صراحة، لأنه خلاص نعمل تلفزيون 90-90، محطة 90-90 على التلفزيون. والله منورين جدا جدا. استنى بركي، تخيلناكم بقى خلاص. استنى يا استاذ هاني، بركي عملوا تلفزيون حبيبتي، انضم اليهم بقى. يا ريت هتعملوا تلفزيون. تحب تقول كلمه بهالمناسبه للميمه؟ تفضل. انا طبعا بشكر اداره الميمه ومستر ماجد على الحفله الجميله ديت، ودايما الراديو 90-90 يعني بينجح دايما بفضل جمهوره وفضل كمان المذيعين الجمال دولت اللي هم بيمتعوا كمان وبيستمتعوا كمان بجمهورنا. متشكرين جدا، والف الف مبروك لينا كلنا. الف مبروك راديو 90-90. تحيه للمجلس الاداره كلهم وللعاملين والمذيعين والمذيعات، تحياتي لكم.
مستمرين معكم بجوائز الميما، وهلا جائزة أفضل شاعر. الرابح السنة شاعرة وليس شاعر، تميزت بكلماتها ومواضيعها المختلفة، وخاصة لما كلماتها تلحنت تتكون أغاني، وأصبحت الأغاني ترند. منا يا دنيا علميني ما تعلميش علينا، غزالة الرايقة، غلبان الفنانة أصالة، وأغنية كأس العالم اللي غناها الفنان تامر حسني لكرة اليد. والجائزة لأفضل شاعرة اللي كسبت معنا للميمة هذا العام، ومستمرين بجوائز الميمة لهيدا العام. وهالجائزة اختصتها الميمة هيدي السنة لشخص اهتم اليوم بحفل الميمة بهالتنظيم الحلو والراقي والرائع. رحبوا معي لاستلام جائزة خاصة بالميمة